هنعمل اول حاجه ايه؟ موس الفراوله. معايا كوبايتين من الكريم شانتيه، كوبايه من الحليب. يبقى قلنا معايا كوبايتين كريم شانتيه، ومعايا كمان كوب من الحليب ويكون ساقع، وكيس من جيلي الفراوله متدوب في شويه ميه، في كوب ميه يعني كيس الجيلي هحطه على كوبايه ميه مغليه واسيبه يبرد تماما. معانا ايه تاني؟ وكيس فانيليا. هزينه بايه؟ شويه فراوله متقطعه، وممكن ما زينوش خالص غير بشويه صوص فراوله ايا كان بقى اللي انا عايزاه، وممكن ما زين، يعني ممكن ما يتزينش اصلا، اسيبه عادي هو كده بيبقى خطير، فراوله على الوش ويطلع معايا زي الفل. عايزه اقول لكم بيطلع طعم طعمه. هعمل ايه اول حاجه؟ هاخد الحليب والكريم شانتيه، ممكن على فكره احط فراوله، يعني لو انتوا عايزين تحطوا فراوله قطع ممكن، ما عنديش اي مشكله انكم تحطوا شويه مربى فراوله لو انتوا عايزين الموضوع يبقى فيه قطع فراوله عادي، دي بتاعتكم انتوا. وكمان احط شويه من الفانيليا، بتدي طعم حلو جدا. ممكن بقى نغير في الموز ده ب 100 مليون نوع جيلي، يعني ممكن احط جيلي مانجا، اصبح عندي الموز بطعم المانجا. ممكن احط كريز، احنا عاملين فراوله، احط بطيخ، احط اي حاجه تيجي في بالكم. الطريقه دي مضمونه جدا، واقدر كمان اعملها فورمه، يعني لو انتوا عايزين تعملوا تورته موس اللي هي بتبقى شريحه كيك وفوقيها الطبقه دي، عادي جدا تقدروا تعملوها وتطلع خطيره، بس دي ساعتها بقى محتاجه توبنج فراوله، فعشان ايه تبقوا ظابطين الوصفه كلها مع بعض. اول ما الاقي القوام بالشكل ده هبتدي اضيف الجيلي. الجيلي ده يعتبر بديل الجيلاتين عندي. بصوا اللون هيحلو ازاي بقى، بس كده نضرب بقى، هنضرب مع بعض. عايزه اوريكم الفرق، طبعا مش عارفه اعلي السرعه عشان هخرج كل كريمه، فيعني ايه على الهادي، لو في عجان هتبقى افضل بكتير مليون مره. طيب بصوا القوام اتغير ازاي بعد ما كان سايل شويه، كل ما نضرب فيه كل ما الكريمه هتلاقي ان هي بتتقل، والجيلاتين كمان بيبتدي ياخد دوره ويرفع معايا القوام، فهو محتاج مده ضرب مش اقل من 7 دقايق عشان الاقي في الاخر ان القوام بتاعي مظبوط. فهكمل ضرب، واعذرونا على الدوشه والصداع، بس دي عشان اوريكم الوصفه مظبوطه ما يكونش ناقص منها اي حاجه. عامل زي كاني مسيحه مارشميلو. طب القوام ده جاي منين؟ مش من كريم شانتيه بس، ده من الجيلاتين اللي في الجيلي. انا كده بالنسبه لي تمام جدا جدا، ناعم نعومه مش طبيعيه. عايزه احط بقى شويه فراوله، عادي احط في المرحله دي، نشيل بس السلاح بتاع الخفق ونشيل ده كمان، ويبقى كده ده دوره خلص. بس كده يلا بينا ابتدي كده، وابتدي بقى ايه احط شويه فراوله واصبه بقى في الكاسات بتاعتنا. يلا بينا، يعني ممكن مش كتير، انا احط حبه صغننين ونخلي دول للتزيين. تاكلوا بقى معلقه منه كده، خطير يا جماعه، طعمه حلو قوي قوي وسهل. ولا حطيت كريمه ولا حطيت قشطه ولا حطيت جيلاتين، جيلي وحليب وكريم شانتيه وخلاص، وجهز عندي. نصبه بقى في الكاسات بتاعتنا، يلا بينا. We'll be right back.